تلخص لنا كمواطنين كده في نقاط محددة، ماذا تقدم الحكومة في هذا المشروع الجديد للتأمين الصحي؟ هل كلنا كمصريين هنبدأ نتعالج وناخد خدمة كويسة؟ هو أهم خطوة في قانون التأمين الصحي الشامل، واحد إنه كان لازم يجمع الموارد، جمع الموارد، نزود الموارد الفلوس التأمين اللي الصحي بالظبط. الحاجة التانية إنه قبل كده هو كان في هيئة تأمين صحي شغالة وبتغطي حوالي 50% من الشعب، 58% من الشعب. فهيئة التأمين الصحي اللي شغالة، طب ايه اللي اختلف؟ ايه اللي حصل الاختلاف؟ الاختلاف الأولاني انه نيجي في الاشتراكات بتاعة التأمين الصحي. ان انا كان المواطن بيدفع اشتراك عن مرتبه الأساسي. يعني انت عندك مثلا أستاذ جامعي والسكرتير بتاعه. السكرتير بتاعه بياخد 1500 جنيه والاستاذ الجامعه بياخد برضه يمكن 2000 جنيه. لكن الاستاذ الجامعه بياخد بدلات مثلا بيوصل مرتبه ل 12000 جنيه. فلما كان بيدفع كان بيدفع على مرتبه الاساسي زيه زي السكرتير بتاعه، فكان بينتج عن ذلك ان الفقير هو اللي بيصرف على الغالي. فاول خطوه في نوع العداله انه كان لابد انه في الاشتراكات لابد ان المواطن يدفع عن اجره الاساسي، ما بقولكيش مثلا دكتور وعنده عياده الى اخره، لا احنا بندفعه على الفلوس اللي بياخدها من الحكومه بسرك. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه بس الكمبيوتر او الشريط المرتب اللي بياخده على الاساسي ولا بياخده بيبقى مسجل؟ ما احنا عايزين ما هو بقى القانون الجديد هيتحسب على الاجر الشامل اجمالي مش اجمالي دخله البراي الخاص، لا اجمالي دخل الحكومه. اجل الحكومه هيقدر تحصره حضرتك؟ يعني هيقدر يحصره؟ يعني في حاجات بتبقى بدلات حرج خاص طبعا كل البدلات محصوره. انت اما بيجي لك اي بدلات بتمضي عليها ده بتاخدها على سرك، كل ما هو انت واخده على سرك. يعني انت عندك وكيل مش عارف حضر لجنه ايه فادوله مكافاه ايه كان عضو في ايه فادوله دول اللي هم تحت سيطره الدوله. طب واللي خارجين بقى؟ ما هو ده لسه هنتكلم. ده يبقى اذا اول حاجه الاشتراك. الحاجه الثانيه انه كان التامين الصحي للعاملين والوحده في التامين الصحي العامل. دلوقتي اصبح الوحده في التامين الصحي الاسر. كويس قوي، دي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه يعني لا نقف عند دي عشان نشرحها للناس. كان الشخص هو اللي بيتعالج، دلوقتي اسرته، يعني لو واحد له حق في التامين الصحي موظف مثلا يحق لزوجته ولابنائه ان هم يتعالجوا. بالضبط. كويس قوي. وبعدين يبقى اذا معاه الاسره. الحاجه الثانيه اجباري مهما كان عدد الاسره وكل من يعوله. يعني افرضي احسن واحد بيربي ولاد اخوه الايتام مثلا. كويس. محسوبين من ضمن والدته ووالده كل من هم بيعولهم. كل من كويس. بيدفع لكل من هو يعوله. كويس. الحاجه الثالثه انه بيدفع في الاشتراك. هو بيدفع قيمه واحده ولا بيدفع على كل واحد قيمه؟ لا بيدفع عن كل واحد. احنا عليه بيدفع عن كل واحد، يعني على بيدفع على كل واحد، يعني بيدفع على اسره خمسه يدفع للخمسه. طبعا. بالظبط. بالظبط. ما هو اصل هي يعني انت هتاخد المرتب كله. ما هي ما هو ده بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه وهنقدر ويحتاج الحوار النقاش. طبعا محتاج النقاش. مفيش حاجه اصل مفيش حاجه مطلقه. الفرق بين التقدم والتخلف الاطلاق الفكري، كل شيء نسبي. المهم يعني كل شيء يحتمل الحوار. انا عايز احتمل اقف عند النقطه دي. انت تأمري حضرتك. الامر لله وحده. انت تأمري بس. لا الامر لله دكتور. يعني انا بس حضرتك عارف حكايه القلب بقى، فاحنا عايزين ايه عشان استاذ الدكتور قلب يعني مش عايزين نجيب الناس في القلب اللي بتسمعنا دلوقتي. يعني موظف زي ما حضرتك تفضلت مرتبه 1500 جنيه 3000 جنيه بلاش، كل فرد في اسرته بيعوله هيدفع له؟ هيدفع نص في المية عن كل من هو يعوله. ولا يعني 2% للزوجة، 2% للزوجة، 1% للأطفال للأولاد، و1% هو بيدفعه و3% بتدفعها الحكومة. طيب نكمل. الحاجة الثانية والأهم هو إنه المشاركة لا يصح أن يسقط فرد من المجتمع من هذا النظام. يعني إيه؟ يعني كل واحد عنده بطاقة رقم قومي لابد أن يشترك في التأمين الصحي. لأنه رحمة الله عليه من ضمن أصل فيه، وإحنا في اللجنة اللي عملنا القانون 2 توفوا في خلال السنين اللي فاتت دي، الأستاذ الدكتور طارق الغزالي حرب رحمة الله عليه. راجل فاضل ومن الناس جداً اللي رحمة الله. والأستاذ الدكتور سمير فياض ورجل ذو خبرة وذو علم رحمة الله عليهما. فحقيقة يعني ولابد ان انا انتهز الفرصه ان انا بحيي مجهودهم، لو عملوا مجهود كبير جدا ورحمه الله عليهم، ولو في التاريخ اتعمل قانون التامين الصحي مش لازم ننساهم. انا بحيي حضرتك على هذه اللفته. ربنا يخلي حضرتك. فكان الفكره
انه لابد ان كل مواطن في 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 مصر يخش في هذا القانون. طبعا كان في مناقشه كان في الاستاذ الدكتور محمد معيط وهو عضو في اللجنه ودلوقتي نائب وزير الماليه كان بيتكلم على انه اذا سقط حد من المنظومه المنظومه هتقع. طيب الناس الغير القادرين هنعمل فيهم ايه؟ ايوه هنا بقى برضو قعدنا نقاش في فتره من الفترات ان هو الدوله هتسدد اشتراك غير القادرين. كان تعريف غير القادرين. القادرين بالظبط. كان في خلاف بيننا وبين انا مع ان انا نقيب الجيزه لكن كان في خلاف بين اللجنه والنقابه العامه والنقابه العامه كانت جزء من على حق. النقابه العامه كانت بتقول كل من هو مرتبه او دخله اقل من 1200 جنيه يبقى غير قادر. هم عندهم حق لكن في واقع الامر عمليا مش صح. ليه؟ لانه لو حسبتيها هتبقى حاجه بتاعت 40 مليون مش هنقدر ننفذها في الوقت الحاضر لانه هتبقى كتيره جدا. واعتقد ان احنا لو عايزين حاجه نعملها لازم نعمل حاجه قابله للتأ. فعشان كده سيبنا الباب مفتوح وقلنا انه من يحدد اللي يحدد غير القادرين وزاره التضامن وسيبنا الباب مفتوح علشان مع الوقت نقدر نشوفها. بعد كده هو حضراتكم ريحتوا نفسكم يعني بقى مش ريحنا نفسنا اصل بعتوها على وزاره التضامن ويمكن هيبقى في سهل جزء سهل خاص في حكايه اللي بياخدوا معاشات او تكافل وكرامات دول هنقدر نحصلها لكن هم الحقيقه غير القادرين واضحين لحضراتكم من مؤشر اخر يمكن يعني خريطه الفقر خريطه الفقر بتقول لحضرتك مين غير قادر 2017 35% ويمكن تخش في 40 كمان في المية. اذا دول غير قادرين لان خلي بال حضرتك من حاجه يا فندم وزاره التضامن الاجتماعي قادره ان هي تصل الى نسبه من غير القادرين لكنها لا تغطي كل القادرين كل غير القادرين ما هو اللي احنا هنفضل نعالج في نفس المجموعه ونفضل ندي معاشات ومساعدات وتكافل لنفس المجموعه وسايبين الباقيين. لا هو انا عايز اقول حاجه بدايه ال1000 ميل تبدا بقى بخطوه يعني احنا بنبدا وبعد كده كله هيخش في المنظومه. الحاجه الثانيه انه يعني دي الخطوط العريضه لازم بيجي نزود الموارد بيسموها الضريبه على الصناعات الملوثه الى اخره طبعا. فكانت كنا فكرنا دي مضره بالصحه بالضبط ففكرنا ضريبه على الخمور ضريبه على التدخين ضريبه على التدخين السجاير من عارف يعني اي حد بيدخن على علبه السجاير فاحنا كنا بنقول ايه انه 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 في نسبه في علبه السجاير فشركات السجاير في يعني الفتره بتاعت يعني علبه السجاير انا ما اعرفش على قديمه يعني اللي بيشتري علبه السجاير حاليا في 40 قرش للتامين الصحي ضريبه على كل علبه بالظبط لازم تزيد لازم تزيد ما انا هقول لحضرتك فهي كان الفكره انه شركات اللي بتنتج السجاير مش موافقه ان تاخد نسبه ولكن موافقه ان يطلع نسبه ثابته. ليه؟ لان قالت لو ان خدت نسبه انت هتكلف عليا التكلفه فانا هضطر اوفر عماله وهزود لو هزود السعر على المستهلك لكن لا بس انا ما عنديش مانع ان انا ازود الفلوس على المستهلك اللي بيشرب سجاير. ليه؟ لانه مع انت اوعى تكوني حاجه بتشربي سجاير ازعل منك الحمد لله طيب انا راضي الحمد لله اللي عافاني لان انت اللي بيشرب سجاير ده بيعرض نفسه لامراض الامراض دي دلوقتي مع لسه كنا بنتكلم على الاستاذ الدكتور مجدي مرشد من الان ان التقنيه بتاعت علاج الشرايين التاجيه والاساطر والحاجات دي كلها بقت غاليه جدا. فاحد الـ 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 الخطوط العريضه ان احنا ودي كانت فكره الله يرحمه الدكتور سمير فرايد ان الوقايه لا جزء لا يتجزا من نظام التامين الصحي الشامل. طيب احنا كده الخطوط العريضه ولا لسه في خطوط ثانيه عشان ندي للسياده عشان المواطن يبقى واضح بالنسبه له عايز هيدفع كام؟ يعني الواحد مثلا مرتبه 1200 1500 4% السنه بقى كلها تمام 4% يعني احسبها بقى 1200 في المرتب 4% في الشهر 4% جهه العمل تدفع 3 وهو يدفع 1% هو 1% من مرتبه طيب 1% على كل واحد هيعالجه زائد 3% له لصاحب لرب الاسره ايوه واذا كان مراته ما بتشتغلش هيدفع لها 2% من مرتبه واذا كان وابنه نص في المية عن كل طفل يعني طيب انا كويس قوي بس قبل ما انتقل لحضراتكم ولا نخليها طب ناخد الجزء ده عشان عندي جزء اهم الخدمه بقى اللي هتقدم مقابل ده بس خلونا في الاول في المنظومه بشكلها انا كان ليا ملاحظات بس هو قبل ما نخلص كنا عايزين نقول انه عشان نمشي هذا اتعملت 3 هيئات ايوه ده الهيئه بتاعه ده الاساس وده اللي فيه نقطه ايجابيه فكره الهيئه المستقله هيئه التي بتدير الاموال اللي هي هيئه التامين الصحي اللي بتدير الاموال اللي بتجمع الاموال وداخل فيها السؤال بتاع حضرتك طب الفلاحين نعمل فيهم ايه طب العامل الموسمي نعمل فيه طب سواق التاكسي نعمل فيه ايه وهو ده مردود عليه في اللائحه التنفيذيه
الهيئة التانية دول يعملوا عشان الناس اللي بتسمعهم منع يعني هيجي وهو بيغيب الرخصة وهو بياخد الكيماوي إلى آخره. الهيئة التانية هي هيئة تقييم الجودة والهيئة الجودة وهيئة التأمين الصحي, دول هيئتين مستقلتين غير تابعين لوزير الصحة. أيوة دي مهمة قوي. وهيئة يعني الجودة بيقدم خدمة هو الهيئة نفسها, وهيئة الجودة دي بترد على حضرتك في السؤال طب العيان هياخد جودة شكلها ايه. بس هي السؤال بقى كنا بنتناقش عشان احنا برضو مش لازم نبقى لا مؤاخذة فورياجية بق, يعني ايه فورياجي بق؟ يعني نقول كلامه ما يتنفس. فقلنا ان احنا مش هينفع ان احنا ناخد الجودة مثلا الامريكاني او ناخد الجودة اللي احنا لازم يكون لنا جودة تبعنا. والله العظيم لو تعرف الشعب المصري, شعب مصري والله الشعب المصري طيب طيب الجودة المتوسطة يعني الجودة اللي تليق بالانسان. اصل ساعات ايه لو انت يعني كان طموحك زيادة ده هيجي مع التدريج, لكن قلنا ان مقياس الجودة لازم يدي خدمة صحية متميزة, ولكن الجودة مش هنقدر نخليها في المقياس العالمي قوي في الفترة الأولانية. المرحلة الهيئة الثالثة هي هيئة الرعاية الصحية, مش في المقياس العالمي لكن في المتوسط العام اللي بتقره. بس المريض يلاقي سرير, ده المريض ما بيلاقيش سرير. طيب خلينا في الثلاث هيئات. الثالثة هيئة الرعاية الصحية. أيوة هيئة الرعاية الصحية اللي هي هيئة بيدخل تحتها جميع المستشفيات الموجودة على أرض مصر. الهيئه دي مش هتدير, يعني لو فرضنا ان مثلا مستشفيات الجيش دخلت مثلا يعني دخلت تبعها, احنا مش هندير مستشفيات الجيش, ملناش دعوه. لكن توزيع المرضى, توزيع عشان نبعت لهم, توزيع المرضى, توزيع المدربين, توزيع المتدربين, توزيع التخصص, توزيع الاجهزه. ده الناس بتدخل المستشفيات بواسطه يا دكتور. ما هو احنا دلوقتي مش بنقول اللي احنا بنقول اللي احنا عاوزين نعمله. يعني اي حد معاه كارنيه التامين الصحي بعد كده هيدخل حقه ان هو يدخل في المستشفى كبير زي الصغير والغني زي الفقير. اهم حاجه انه لو معاه الكارنيه بتاع البطاقه يخش ويتعالج وبعدين يسدد الحساب مع بعديها, يعني ما يقعدش بقى في طوابير والى اخره, يخش في المستشفى, ممكن يخش مستشفى خاص, يخش المستشفى اللي هو يختاره وبعد كده هو ويتحاسب والحساب بعد كده هو هيجي للمستشفى زي ما بيحصل في اوروبا وامريكا وفي كل حته. بيبقى معاه كارنيه التامين الصحي.